كل مرة تبرهن الأخت فاتن الفاسع أنها تتسارع إلى القاع. وخليني نعاود نقولها لها، قلتها لها في حصة فارغة، مشروعك هذا هو مشروع ظلامي لتهديم القيم اللي فطرنا الله سبحانه عليه. حاجة أخرى، أنت تحب وعندك علاقة مع شكون؟ هذه العلاقة لن يبارك الله فيها إلا إذا توجت بالزواج. أبار الزواج صدقني لن يبارك الله لك. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك ريب المنون؟ أخي قد مضى قبلك الأولون، فهذه السجون كتلك السجون. يوسف أم